حياكم الله مشاهدينا في آخر فقراتنا اليوم من برنامجكم سيدتي. مرام الصبر لم تقف إعاقتها أو ظروفها حائلا بينها وبين موهبتها، فتحدت الكثير من المعوقات في حياتها وفتحت الأبواب الموصدة بالأمل والنجاح وتحقيق الأهداف، لتثبت للجميع أن باستطاعتها أن تكون امرأة قوية لها علامة بارزة في مجتمعها. لذلك لم تجعل نظرة المجتمع يوما عقبة أو عقبة في طريقها، بل جعلت من إعاقتها دافعا أكبر للنجاح والتفوق. نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة أو الفنانة التشكيلية مرام الصبر. أهلا وسهلا. يسعد مساك يا مرام. أهلا وسهلا. كيف ابتديتي كفنانة تشكيلية؟ بديت عن طريق جمعية حركية الله يجزاهم خير، وبصراحة يعني عندي أستاذ كبير أستاذ خالد النزهان، هو اللي خلاني يعني أكبر موهبتي للرسم والإبداعات اللي جوا داخلي. والحمد لله يعني أخذت قراري وتكلمت مع الوالدة الله يطول بعمرها والوالد، والحمد لله بالعكس شجعوني أكثر، والحمد لله يعني على كل حال تطورت من الحال إلى أحسن حال. نعم. طب وين تشوفين يعني ليش اخترتي؟ أنا ودي أسألك الفن التشكيلي، أنا جالسة أشوف صورك اللي رسمتيها لكن بتكلم عليها بعدين، أو اللوحات اللي رسمتيها، لكن أبي أعرف ليش اخترتي الفن التشكيلي بصفة كبيرة؟ اخترت الفن التشكيلي يعني بصراحة يعني تعبر عن شعور الشخص. يعني هي أكثر موهبة تعبر عن شعور الشخص. نقول أنه متنفس نوعا ما. سمي؟ متنفس نوعا ما لك، يعني أي نعم. يفتح لك أفاق أكثر للتعبير. أكيد أكيد أكيد. طب لو تكلمنا عن لوحاتك مرام، يعني اللوحة هذه بإيش تصفينها؟ أصفها. أو في إيش تعبر؟ إيش عبرت أنت ترسمين عن داخل مرام؟ الصفة هي عن الأمل الكبير، و يعني تعطيك المساحة وتعطيك التفكير وتعطيك الراحة النفسية. اخترت الشلال، الشلال يعني في قوة كبيرة، أكيد. يعني في انزلاقه يعني من على المرتفعات العالية. أكيد أكيد. دمجت يعني مع الألوان وزي كذا، و يعني أنا جالسة أشوفك تتأملينها، شكلك رسمتيها من قلبك. أكيد أكيد يعني رسمتها من قلبي يعني عشان الألوان، يعني بصراحة يعني دمجتها على بعض وتأملت يعني كأني أتخيلها قدامي، فقلت يعني بدامني قاعدة وزي كذا خليني أتفرغ يعني بالرسمة، خلي أطلعها من هواي، والحمد لله على كل حال طلعت يعني طلعت رسمة. لا ما شاء الله هنيك، يعني الطبيعة أصلا تريح النظر دائما. أكيد طب أكيد. اللوحة الثانية اللي هنا موجودة عندنا لو شفناها يعني فيها كثير من الحروف العربية، وفيها آية قرآنية وفيها صورة إبل. نعم. يعني كيف دمجت ثلاث أشياء هذه مع بعضها وليش؟ هي أول شيء تسمى باللوحة الحروف العربية، هذه أول شيء. ثاني شيء الدمج الألوان ودمج الصورة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى أفلا تنظرون كيف الإبل خلقت، فبمعنى كلمة إبل إلى الإبل كيف خلقت. إي نعم. فقلت يعني أرسم على شكل إبل تعطيني منظر أحسن وأحسن، بدل ما أكتب الآية بس بسطر واحد أخليها على شكل إبل وبتعطي اللوحة منظر أكثر وأكثر يعني. نعم. أكثر جمال. طيب مرام يعني أهنيك على لوحاتك هذه الجميلة، يعني مع الآية الكريمة أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. ما شاء الله والطبيعة الخلابة أيضا. يعني ودي أسألك سؤال، كم عدد لوحاتك اللي رسمتيها إلى الحين؟ يعني بما أنك ما شاء الله شابة في مقتبل العمر في العشرينات. أي نعم. حاليا طبعا اللي راحت متقاربة إلى 105 أو 104 تقريبا، وحاليا عندي كذلك، بس إلى الآن يعني يا كثر يعني بالورشة وزي كذا، بس العدد اللي راح هو اللي صحيح يعني عرفت كم يعني أنتجت فيه أكثر، والحمد لله على كل حال يعني أنتجت كثير يعني بصراحة. متى ابتديتي في الرسم؟ يعني لك كم سنة ترسمين؟ والله على حسب،
إذا صار الجو رايق وممتاز أقعد في اللوحة ساعة إلى ساعتين، وإذا كان الجو يعني مشوش شوي وعصبي على قولتهم زي كذا، لا أقعد فيها أحيانا باليوم باليوم حسب المزاج يعني. حسب المزاج ما عليك شاء نور. الله، طب كويس، كلنا مزاجيين نوعا ما. أكيد 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 طيب ما يحتاج. مرام، يعني بالإرادة نصنع المعجزات، يعني كيف تحديتي ظروفك أو إعاقتك، يعني مع تحفظي على كلمة إعاقة اللي دائما أقولها، كيف تحديتي هذه الظروف وقدرتي يعني أنك تدخلين الفن التشكيلي؟ ما حد حطمك؟ ما حد قال لك كيف راح ترسمين؟ راح تتعبين؟ والله واجهت بصراحة كثير أسئلة. أول سؤال جاني كيف ترسمين؟ يعني الحمد لله ربي أعطاني يدين وأعطاني الحمد لله رجلين وأنت بكرامة، والحمد لله يعني أعطاني العقل، أكبر شيء هذا اللي عندي والنعمة العقل، و يعني خليت كلام الناس وراي، فالحمد لله يعني انتجت إنتاج كبير من ناحية الرسم، يعني ما فكر في كلام الناس. نعم. اي نعم، طيب فالحمد لله يعني على كل حال يعني مشيت على شوي 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 شوي، كل ما جاني السؤال خليته وراي، ما حاولت اني صحيح اتاثر في وقتها بس اخلي اسيبه وراي، يعني ما اقعد اوقف عليه. نعم. فالحمد لله على كل حال كل ما دا امشي اكثر واكثر وخلاص. طيب يعني أهنيك يعني على إرادتك. إيش أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إيش يحتاج عشان تطلع موهبته؟ بصراحة يعني أول شيء يسيب الكلام الناس ويسيب كلام المجتمع ويفكر باللي اللي الله خالقه عليه، ما دام معه العقل الحمد لله على كل حال، وقادر على إرادته وقادر على موهبته، بصراحة يعني لا بأس من جلوسه، يعني يفرغ بأي موهبة سواء رسم أو كروشيه أو الطبخ، يعني لابد منه، يعني لا يقعد يعني وهو قاعد يعني حاط يد على حاط يد فوق مركة ولا يد فوق سجاد، يعني مص صدرك فرغ موهبتك يعني في نقول أي لهم موهبة يعني يعني. مهما تكون احتياجاتك فأنت دائما مميز لأي شخص من أكيد ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد. قلتي لي قبل الهواء أن عندك رسالة تبين توجهينها للمجتمع، إيش هي رسالتك مرام؟ رسالتي بصراحة يعني فلا تقول للمعاق إنك معاق، بالعكس إن المعاق له عقل أكبر من السليم، فليس المعاق إنه جالس على كرسي قلنا خلاص إنه معاق، بالعكس إن المعاق أحسن ما أجمل في العقل عنده. نعم، أهنيكي مرام الصبر الفنانة التشكيلية. ربي يخليك حبيبتي. الله يسعدك يا رب. لا تخجل من إعاقتك، فنحن معك يدا بيد. مشاهدينا بهذه الفقرة المتميزة مع مرام انتهت فقرتنا من برنامج سيدتي، انتظرونا في حلقة جديدة غدا بإذن الله.